مواكبة الحصان هي معاملة الحصان بالمثل. لما تركب الحصان مواكبة الحصان، الحصان إذا سحب تزلقله فضل هجماعية تك تك. طيب لما الحصان يرفع رأسه، ذكرت أن يدك المفروض تكون ثابتة فيبدو أنك نزلتها شوي، ولما الحصان ينزل رأسه يدك تكون ثابتة فيبدو أنك طلعتها شوي. ألا يناقض الأمر هذا المواكبة؟ الجواب لا، بالعكس يؤيد فكرة المواكبة. المواكبة هي معاملة الحصان بالمثل، مو تقليده، وانك تسوي فيه اللي سواه فيك، انك تعامل بالمثل. المعامله بالمثل ممكن تكون مرات تسوي فيه اللي سواه فيك، مرات تسوي فيه عكس اللي هو سواه عشان تسوي الشيء اللي يبغى يسويه فيك. على سبيل المثال لما يسحب تزلق على حركه، على الوضع ده تزلق مو مواكبه. المفروض يكون المواكبه انك يسحب تسحب، هذا صحيح؟ لا، مواكبه في الحاله هذه انه هو سحب ليخل توازنك ويفعل ما يريد، فانت زلقت لما سحب نفس الثقل اللي يسحبه لتخل توازن لتفعل ما تريد انت. فذاك لما تكون يدك ثابتة ويرفع رأسه وتبدو أنها نزلت، أو يدك ثابتة وينزل رأسه وتبدو أنها ارتفعت، الواقع مواكبتك ما لها علاقة بأنك رفعت ونزلت، لها علاقة باللي سواه هو. لما رفع سحب فأنت المفروض تكون زلقت قد ما سحب، فمستحيل يدك ترتفع أثناء التزليق. لما نزل رأسه فجأة وأنت يدك ثابتة، مفترض أنك زلقت قد ما سحب، إذا المفروض يدك تكون ثابتة فتكون أقرب للارتفاع لما نزل. إذا مو بأنك ترفع يدك إن نزل رأسه أو نزلت إن رفع رأسه، أنت واكب سحبك. إن عادة لما يسحب يرفع رأسه ونزل رأسه، يا يكون تكي يا يكون مزلق. وحتى في التفضي تكون جامع نطاك، يعني ما يعني إنك لو فض وجب وعطاك العنان وقوس جامعك بيخلي يدك مرتفع، لو رفع رأسه وفض جامعك بيخلي يدك تنزل. فنزول يدك شكليا لما رفع رأسه وارتفاعها لما نزل رأسه سبب مواكبتك للثلاث اللي هي تزليك إذا سحب، جامع إذا فض، تكي يتكي. بحركة عند تسويها بشكل متعمد. فكرة طبعا الحصان إذا رفع رأسه ترفع يدك، وإذا نزل رقبته تنزل يدك، هذا يخالف المواكبة. ليش؟ إنك في الحالة أنت قاعد تقلد الحصان، من قاعد تواكبه. تقليد الحصان ما له علاقة بمواكبة الحصان. مواكبة الحصان هي معاملة الحصان بالمثل. معاملة الحصان بالمثل تعني إنك تسوي فيه اللي سواه فيك. تسوي فيه اللي سواه فيك لها عدة أمور. مرات تكون بفعل نفس الشيء اللي سواه فيك، مثلا في الجود لما يهجم تهجم، هنا تقليد للي سواه. لكن في حالات معينة يكون التزليق إذا سحب مواكبة، الجمع إذا فض مواكبة، التتكة تكة مواكبة وقس عليك.